يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إلصاق الكعبين في تسوية الصفوف واجب في الصلاة تطبيقا للسنة، حيث نجد بعض الناس يهربون ولا يريدون أن يلصقوا كعبيهم بكعبي الآخر؟ التراخ في الصف هذا هو المطلوب، يقرب بعضكم من بعض ولا يكون بينكم فرج، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفحج الواحد يفحج ويأخذ محل اثنين ثلاثة بغايدا لعنه منه ومنه، هذا أذى ولا أصل له، وهذا يفتح فرج في الصف، هذا يفتح فرجا في الصف. نعم.